تنضم إلينا من القاهرة محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني الرشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أماني، بعد التحية، صدرت بيانات التضخم في اليابان اليوم والتي أيضا واصلت ارتفاعها خلال شهر آب الماضي، نتحدث عن مستويات 3% في ظل تراجع ملحوظ لسعر الين مقابل الدولار. هل سنشهد تدخلا مباشرا من قبل البنك المركزي الياباني لإسناد سعر صرف الين؟ صباح الخير. صباح النور. طبعا يعني ننتظر او صدرت صباح اليوم بيانات التضخم في اليابان، كما اشرت ان بيانات التضخم واصلت ارتفاعها لتصل لمستويات 3%، ولكن ياتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه بنك اليابان السياسه النقديه التوسعيه وسياسه الفائده السلبيه التي تضغط على عمله الين الياباني بشكل واضح جدا، حيث رايناه يعني بالقرب من ادنى مستوياته مقابل الدولار الامريكي منذ عام 1998، طبعا مع تباين الفارق ما بين توجهات الفيدرالي الامريكي الذي يواصل رفع الفائده بوتيره قويه، وبنك اليابان اللي هو على الرغم من ارتفاعات معدلات التضخم في الاشهر الماضيه، ولكنه لا يزال يؤكد على ان يعني تلك الارتفاعات قد تكون مجرد عوامل مؤقته، وان الوضع بالنسبه لليابان والضغوطات التي تعاني منها الاقتصاد الياباني وانكماش الاقتصاد الياباني، كل تلك العوامل تضغط على بنك اليابان في المضي قدما وتغيير سياسته النقديه والتوجه ل تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة. وبالتالي يعني حتى الآن يعني المتوقع أن بنك اليابان قد يبدأ في التحذير من بيانات التضخم التي ارتفعت أعلى النسب طبعا المستهدفة، وبدأت في الارتفاع مثل بقية البنوك المركزية، ولكن أيضا علينا الوضع بعين الاعتبار أنه حتى لو لم يتم تغيير بنك اليابان سياسته النقدية بشكل واضح، وأنه على الرغم من تحذير يعني رؤساء رئيس الحكومة الياباني ووزير المالية وأغلب صناع القرار في اليابان حذروا في الفترة الماضية من تراجع الين الياباني والتداعيات السلبية الناجمة عن التضخم، ولكنه يعود في النهاية ليؤكدوا على أن يعني تلك الارتفاعات قد تكون عوامل مؤقتة، وبالتالي نحن الآن ننتظر أي تحديث من صناع القرار وتصريحاتهم خلال الفترة المقبلة. هل سيبدأ فعلا بنك اليابان في يعني المضي قدما وتشديد السياسة النقدية، أم أنه قد يؤكد على الاستمرار في السياسة النقدية التوسعية والتي قد تدعم استمرار تراجع الين الياباني، وقد نراه اعلى من مستويات طبعا او يعني الدولار الامريكي اعلى من مستويات 144 ين لكل دولار في الفتره المقبله. نعم، ايضا اماني، الجنيه الاسترليني اظهر تراجعا منذ بدايات تعاملات هذا الاسبوع مقابل الدولار، ما هي التوقعات في ظل ترقب الاسواق لاجتماع بنك انجلترا المركزي الاسبوع الحالي؟ نعم، بالنسبة للجنيه الاسترليني، وعلى الرغم أن بنك إنجلترا كان من أوائل البنوك المركزية التي توجهت لتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة أكثر من يعني 3 أو 4 مرات، ولكنه حتى الآن الوضع الاقتصادي بالنسبه لبريطانيا والضغوطات التي يضعها يعني العوامل الكثيره بالنسبه للاقتصاد البريطاني، سواء العوامل الداخليه والتوترات السياسيه او العوامل الخارجيه واستمرار تباطؤ النمو الاقتصاد البريطاني بسبب نقص الامدادات طبعا من قبل امدادات الطاقه من قبل روسيا واستمرار الحرب ما بين روسيا واوكرانيا وتداعيات هذا الامر على الاقتصاد البريطاني والاقتصاد الاوروبي، وبالتالي وجدنا هناك استمرار للضغوطات على الجنيه الاسترليني. الان وبالرغم من التعافي الجنيه الاسترليني لمستويات او اعلى مستويات 1.14 مقابل الدولار الامريكي، ولكن هذا الامر لا يعود يعني ارتفاع قيمه الجنيه الاسترليني، ولكنه يعود لعمليات جني الارباح التي عانى او شهدها الدولار الامريكي مع الترقب لقرار الفيدرالي الامريكي يوم الاربعاء المقبل. وبالتالي حتى يعني هذا او حتى وقتنا هذا لا يزال الاقتصاد البريطاني يعاني من العديد من التداعيات، حتى لو بنك انجلترا بدأ في رفع الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل، ولكن لا يزال هناك يعني معاناة بالنسبة لأغلب القطاعات في بالنسبة لبريطانيا، القطاع التصنيعي، القطاع الخدمي، قطاع سوق العمل، أغلب القطاعات لا تزال تعاني من تباطؤ نمو ملحوظ، وبالأخص مع استمرار بنك إنجلترا في رفع الفائدة يعني في محاولة للسيطرة طبعا على التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته، ولكن يعني يبدو أن هذا الأمر أيضا وبرغم من رفع الفائدة إلا أنه لا يزال يضغط على التداولات الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات. نعم، أيضا أماني، الليرة التركية تقف عند مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار في ظل ترقب لاجتماع البنك المركزي التركي، هل من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي التركي مزيدا من التخفيضات على أسعار الفائدة في ظل الانخفاض الذي تشهده الليرة؟
طبعا الليرة التركية من أكثر العملات التي عانت من تراجعات قوية مقابل يعني الدولار الأمريكي مع استمرار أو يعني تعنت البنك المركزي التركي في خفض الفائدة أو خفض أسعار الفائدة بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية لم تشهدها تركيا من قبل، ولكن استمرار البنك المركزي التركي واستمرار السياسات التركية في رفع أو خفض الفائدة في الوقت الذي يعني أغلب البنوك المركزية على الصعيد العالمي تتجه نحو تشديد السياسة النقدية متتبعة طبعا الفيدرالي الأمريكي ورفع الفائدة يعني بوتيرة قوية، وبالرغم من أن أغلب البنوك المركزية يعني تمضي قدما في رفع الفائدة، ولكنها أيضا لا تزال تعاني من تراجعات قوية بسبب طبعا حالة التباطؤ النمو الاقتصادي العام ومخاوف من ركود اقتصادي محتمل مع استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة بوتيرة قوية. وبالتالي البنك المركزي التركي لو فعلا بدأ في يعني اتخاذ قرار جديد بالنسبة لخفض الفائدة فسيضر هذا بالليرة التركية بشكل قوي جدا مقابل أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار الأمريكي، خاصة نحن ننتظر يوم الأربعاء المقبل قرار للفائدة الأمريكية، وأيضا متوقع أن هو يبدأ برفع الفائدة ب 75 نقطة أساس، وهناك يعني احتمالات على أنه قد يضطر لرفع الفائدة ب 1% مع استمرار معدلات التضخم عند أعلى مستوياتها. وبالتالي لو فعلا بدأ البنك المركزي التركي واتخذ قرار جديد بالنسبة لخفض الفائدة فقد يواصل هذا يعني الضغوطات على الليرة التركية مع استمرار تبني السياسات النقدية التوسعية والفارق الواضح ما بين السياسة النقدية التجديدية من قبل الفيدرالي والسياسة التوسعية من قبل البنك المركزي التركي. نعم، محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد، شكرا جزيلا لك.